اليوم صحه. اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام، اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينيرني إظلامي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مرحبا بكم في هذا البرنامج الأساليب المعتمدة. خلال هذا الفيديو سنرى الحجج والبراهين. الحجج والبراهين أول نوع وهو حجج نقلية نصية. نقلية بمعنى أنها منقولة من كتاب، نصية بمعنى أننا ذهبنا إلى كتاب وأخذنا نصا ثم وظفناه في هذا النص. إذن هذا هو المقصود بالحجج نقلية نصية. بالنسبة إليكم في الامتحان الجهوي تقول اعتمد الكاتب حجة نقلية، أو تقول اعتمد الكاتب حجة نصية. حجج النقلية والنصية هي التي هي المأخوذة من الكتب كالقرآن والسنة ومدونة السير، مدونة الأسرة، أقوال بعض الفلاسفة أو الدكاترة. كذلك يدخل في الحجج النقلية النصية الإحصاءات، تواريخ بمعنى السنوات. ما وظيفة هذه حجج نقلية ونصية؟ وظيفته وهو تأكيد أفكار النص، تأكيد أفكار النص ليقتنع القارئ بالأفكار. إذا آمل أن تكونوا قد فهمتم جيدا هذا الأسلوب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.